تحية طيبة مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من نافذة برايم ميديا نحييكم في لقاء خاص، حياكم الله وبياكم. ويسرني أن أستضيف عبر خدمة الإنترنت سعادة الدكتور البروفيسور محمد حسن، الخبير الاستراتيجي الإفريقي والمحلل السياسي الإثيوبي. حياك الله سعادة الدكتور. حياك الله، أهلا وسهلا يا معلم. سعدنا باستضافتك في هذا اللقاء الخاص، نحييك سعادة البروفيسور. يسرني في هذه الحلقة أن أسألك بعض المحاور وبعض الأسئلة التي تراود الكثير من المراقبين، والشأن العربي، الشأن العالمي، الشأن الإفريقي، حول ما يحدث في أثيوبيا وأطراف هذه الأزمة الخارجية المحتملين، بمعنى خلف الكواليس. في هذه الحلقة أسألك سعادة الدكتور بداية، ما هي الأزمة التي تحدث في أثيوبيا حاليا؟ شكرا جدا. أنا ما أشوف أنه هي أزمة، هي زكمة قليلة في تاريخ إثيوبيا. النظام القادم الذي انتهى حكم البلد ل27 سنة، وهذا النظام نظام أقلية، بنى نظام غير مترابط مع الشعوب الإثيوبية. قالهم 17 سنة لما مسكوا الحكم في 1991، وقالوا حيبنوا دولة ديمقراطية بمساواة الشعوب الإثيوبية بأكملها أولا، وثانيا حنجيب حل سلمي في المنطقة كامل، وحنبنى القرن الإفريقي الجديد. لكن كانت هذا كلها تكتيكيا، هذا منظمة خلق في حوالي 1975، استمر وجاء برنامج يسمى لبناية تيغراي الكبير، وقالوا إن التناقضات التي موجودة في إثيوبيا صعب لكي نحلها، فلهذا لابد يكون ونبني استقلال تيغراي الحرة ودولة جمهورية تيغراي. أليست تيغراي جزء من المكون الإثيوبي؟ أليست يعني في داخل الدستور الإثيوبي؟ لا، قبل وجودهم، قبل وصول إلى الحكم، زمامة الحكم، لابد نحن نمشي إلى خلفية المنظمة هذا بأي برنامج نادلت، ولماذا كمان تغير في كل محل. الجبهة التحرير لشعب تيغراي هذا منظمة ما عنده استراتيجية طويلة، لكن عنده تكتيك، ومنظمة مبنية على التكتيكات، وما كان عنده أفكار طويلة استراتيجية لبناء بلد جديد على أسس جديد. وأنا كقراءتي وأعرفهم، قراءتي عنهم في البداية، كانوا هم لما بدأوا المقاومة بتاعهم كانوا سموا نفسهم جبهة شعبية لتحرير تيغراي، وفكرتهم كان لبناء دولة تيغراي، لأن التناقض الذي موجود في إثيوبيا تناقض قوية، وصعب جدا نحن نعيش مع الشوفينية الأمهرية، يقول الدوكومنت بتاعهم والذي كتبوها في الماضي. فطلعوا تسمى أوراق مانيفيستو، والمانيفيستو هذا لتحرير تيغراي ولبناء دولة تيغراي جديدة. فطبعا المقاومات الثانيين، وخاصة الجبهة التحرير للشعب الإريتري، الجبهة الشعبية، قالت لهم أنتم إثيوبيين طبعا عندكم سؤال ديمقراطي، لكن حتى حتنفصلوا من مين؟ أنتم لابد تحاولوا تبنوا مع السلاطين الإثيوبيين الكامل، وتبنوا دولة جديدة على أسس جديد، وحتبدأوا كمان بداية بلد جديد. فنصحوهم، هذا الذي حصل في 75. بعدها لما خفوا هذا البرنامج
واستمروا لسنة بدون أي برنامج، وجاؤوا ببرنامج جديد تسمى حق تقرير المسير، فهذا الذي كتب في البرنامج بتاعهم. ماذا يقصدون بحق تقرير المصير هنا يا دكتور؟ غيروا المنافسه من الحرية الاستقلال التام بالتجراي إلى حق تقرير المسير الشعب التجراي. هذا لأنه عندهم فكرتهم مش لبناء بلد جديد على أسس جديد في إثيوبيا، لكن فكرتهم إنهم انفصاليين عايزين ينفصلوا من إثيوبيا، وصعب جدا نحل المشاكل والتناقضات التي موجودة في إثيوبيا، الشغلية الأمحارية قوية جدا وما نقدر نعيش معاهم. هذا فكرتهم الأساسي. لما المنظمات الثانية عملوا عليهم نقد وقالوا لهم أنتم إثيوبيين حتنفصلوا كيف، فغيروا الصحن وقالوا نحن نناضل لحق تقرير المسير الشعوب، وخاصة لحق تقرير مسير الشعب التجراي. طيب بروفيسور محمد، عفوا على المقاطعة، عندما نتحدث ونجد أن يعني من كلامك نستنتج بأن هناك يعني مسألة الأعراق يعني تدخل في الأمر، يعني الأقلية الأمهرية وهذه الأمور، ماذا فعلت النخب السابقة لتوحيد هذه الشعوب، يعني على أساس أننا دولة واحدة؟ إثيوبيا تجمع الأرومي والأمهري والتجراوي والصومالي وكل الأعراق، فهل هذه الدعوات كانت مقبولة من لديهم في الشارع الإثيوبي من هؤلاء الذين تتحدث عنهم أنت؟ وكيف كانت ردود الأفعال من النخب وأهل الرأي وأهل الحكمة الذين يهدفون إلى توحيد البلاد وليس إلى تقسيمها؟ أولا لكي أجاوبك هذا لابد نرجع إلى فترة الستينات، لما لأول مرة الطلاب الإثيوبيين في الجامعات والثانوية بدأوا ينظموا نفسهم، التقدمي بدأ يوصل لإثيوبيا تدريجيا، الطبقة وخاصة الطبقة العمالية بدأت كمان تبني نقاباتها، فالأفكار التقدمية تدخل في إثيوبيا. لأول مرة الشاب إثيوبي في الجامعة كان يدرس في الجامعة اسمه واليلي مكونن، في أحد مقالاته لما انكتب قال إثيوبيا هي بلد ملتي ناشنال، عدة قوميات كثيرة موجودة فيها، ومنهم حتى المكروهين الصوماليين يعيشوا فيها، قال في المقال بتاعته. فالمنظمات الطلاب جابوا 5 إلى 6 شعارات في النضال بتاعهم، أحد من الشعار هي حل مشكلة إريتريا بطريقة سلمية ونقاش، ثانيا أن حقوق القوميات ومتساوى في البلد هذاك، ثالثا أن المسلمين الإثيوبيين لا كان وجود لهم ولا معترف بهم كإثيوبيين، الراديو والتلفزيون الإثيوبي كان يتحدث في أعياد المسلمين، المسلمين الذي يعيشون في إثيوبيا احتفلوا بأعيادهم، هذا خطأ جدا، المسلمين هم ما يقل إلى 50%، كيف يكونوا أجنبيين في بلدهم؟ فلهذا لابد يكون تفكيك السلطة من الدين، لأن السلطة كانت مبنية على الكنيسة القبطية وتقول أن إثيوبيا دولة مسيحية بحتة. فرابعا مشاكل الفلاحين، لأنه الزراعة والأرض كان منقسم على 3 جذوع، أولا الأراضي الذي موجود في الشمال بالأراضي الأمحرية والأراضي التجرية يسموها أرض البيت، وبعدين الأراضي الأورومو والجنوب، هذا كانوا ما عندهم حقوق وما كانوا يملكوا الأورومو والجنوبيين الفلاحيين الإثيوبيين إملاك، كانوا بالحقيقة عبيد للأباطرة والإقطاعيين الذي جاءوا وسكنوا في المناطق هذا، فلابد يكون حقوق للفلاح، وفي نفس الوقت لابد يكون حقوق للستات الإثيوبيات الذي مضغوطين وموجودين تحت أسياد الرجال. رابعا حقوق العمال، لابد حقوق العمال يعترف في إثيوبيا. في وقتها
القانون الذي موجود والدستور يسمى دستور، انت ما تقدر تحرس في السماء وما تقدر تعمل تعليق عن الامبراطور، هذا هو الدستور البلدي الذي موجود. بلد قطاعي متخلف من القرون الوسطى، لكن تدريجيا لما النظام الجديد الذي موجود في العالم والرأسمالية المالية بدأت تدخل في البلد تدريجيا، خلقت كمان الإمبريو ولا حاجة صغيرة من العمال، وعايزين كمان ينادلوا كعمال ويكون لهم حقوق. فهذا كله والسؤالات الديمقراطية التي جابوها الطلبة وبعدها انغيرت آخرا أصبحت أحزاب في السبعينات، هذه السؤالات الستة التي أصبحت سؤالات إيجابية والسؤالات التي نظمت الطلاب والأحزاب التقدمية، وحتى دخلت في الجيش وكيف وكيف. وهذا الأسباب الذي جاب في الآخر الثورة التي مش منهجة ولكن عندها قادة التي حصلت في 74، وهذا أطاح النظام الإمبراطوري الإقطاعي بتحليل سلاسي في إثيوبيا. طيب يا بروفيسور محمد، إذا سمحت لي بروفيسور محمد، في ظل هذه الأزمات التي تحدث الآن، ويبدو أن لها امتداد تاريخي مثل ما تذكر، كيف تقيم اليوم ردود الفعل في دول الجوار أو في دول العالم تلك التي تتناول الشأن الإثيوبي اليوم؟ أريد منك أن تقيم لي الردود الإقليمية، ردود الأفعال الإقليمية وكذلك الدولية. هناك من يتحدث عن أن هناك حرب عرقية تدور في البلد، أي بعض وسائل الإعلام تريد أن تصور أن هذه المواجهات العسكرية أو العمليات العسكرية هي على عرقية معينة من العرقيات الإثيوبية. أريد منك أن تقيم لي هذه الردود، ردود الأفعال إلى جانب هذه المسألة، كيف تقيمها؟ طبعا لكي نعمل تقييم لابد نحن نعمل تحليل الذي ماذا حصل 27 سنة في البلد هذاك إلى 2018. من 1991 الجبهة الشعبية لتجراي مسكت زمامة السلطة، والناس كلها كانت متوقعة حتبني ديمقراطية على أسس حقوق لكل القوميات وبناء بيت جديد على أسس جديد. لكن هذه الجبهة بعد مسكت الحكم، وهي جبهة من أقلية حوالي 6% من الشعب الإثيوبي، ومسكت الحكم وحاولت تستعمل الحكم وتتمركز لوحدها في الحكم، وخلقت حزب الذي يسمى EPRDF، الحزب الإثيوبي الذي حكم لحوالي 27 سنة. لكن هذا حزب وهمي، خلقوا أحزاب الذي ما يتكلموا ولا يسمعوا ولا يدافعوا شعوبهم، زي الحزب بتاع الأمهرة، زي الحزب بتاع الأورومو، زي الحزب بتاع الجنوب، وجمعوهم مع بعض وقعدوا فيهم من الفوق وسموه EPRDF. EPRDF هذا وهمي لا وجود له. لو أنت عايز تبني على بلد عنده عرقيات كثيرة جدا وخلافات تاريخية الذي موجود، لابد قبل كل شيء تكون ديمقراطي وواقع لبناية بلد جديد. عملوا هم، قعدوا في السلطة، مسكوا زمامة السلطة، بنوا جيشهم، وعملوا كمان الأمن. الأمن الإثيوبي كان عنده 100,000 من المجندين، و20% من المجندين هذين الذي يحكم الأمن جاءوا من أي واحدة منطقة يتكلموا التجرينيا. فطبعا هم مسكوا الاقتصاد، مسكوا الأمن، مسكوا الجيش، ومسكوا الأحزاب، حكموهم، وكانوا يعملوا كل 5 سنوات انتخابات، والانتخابات هذه كانت انتخابات وهمية، وتحكموا على لجنة الانتخابات. وطبعا في المنطقة أصبحوا كمان يهددوا المناطق ويخلقوا مشكلات. طبعا الغرب والبعيد مننا ارتاح في هذا، أقلية لا وجود له في قلوب الجماهير،
هذه الأقلية ممكن تكون لنا عميلة وحنستعملها زي ما عايزين. وانت زي ما تعرف فدخلوهم في الصومال في الحروب، المشاكل الصومالية، وعملوا حروب ضد إريتريا، وعملوا حروب ضد القوميات الثانية، وحكموا ونهبوا البلد ل 27 سنة. لكن ايش الذي حصل؟ بعدها الشعوب والجماهير لما استوعبت حقوقها وبدأت تتغير، حصل انتفاضة من 2014 إلى 2018. أولا الانتفاضة بدأت في المناطق الأورومو واستمرت إلى مناطق الأمهرة. آخر النظام هذا اتبخر لأنه نظام أقلية وما عنده قاعدة بين الشعوب الإثيوبية. لما اتبخر النظام هذا، الرئيس الوزراء الجديد الشاب دكتور أبي أحمد جاء، فطبعا هم هربوا وراحوا للمنطقة بتاعهم. فطبعا الدكتور أبي لو في وقتها، لو ما كان الدكتور أبي جاء وعمل الخطبة الكبيرة التي عملها للشعوب الإثيوبية إن هذا أقلية صغيرة التي حكمت البلد هذا، وما فيش خلافات بين الشعوب والشعب التجراوي، رئيس الوزراء الإثيوبي الذي عمل بدأ يكسر الأسس الستة الأسس التي موجودة التي كانت يحكم فيها النظام الأقلية بتاع التجراوي. أحد من هذا كان الاسم بتاع الحزب، والحزب الذي يسمى الحزب الإثيوبي EPRDF. هذا كان حزب وهمي، وهذا كان تكليف لهيمنة أقلية في البلد هذاك. فقال أنا ما أعترف في الحزب هذا، ومحى الحزب هذا وخلق حزب جديد اللي تسمى بلسقنا ولا الرفاهة. خلق هذا وقال لأسس كل الشعوب الإثيوبية تقدر تكون جزء من الحزب هذا. أول الأسس الذي كان يستعملها النظام القادم الماضي تبخر عليه، وبعدها البرلمان، الاثنين برلمان كمان اتحرروا. في البرلمان موجود 39 نسمة الذي كانوا انتخبوا من منطقة تيغراي، وكانوا يتحكموا على البرلمان، سواء البرلمان الفيدرالي The House of Federation والبرلمان العادي، وكانوا موجودين في كل النخبة، وهم الذي كانوا يخيروا ويسيروا البرلمان. لما الحزب انتهى البرلمان والاثنين برلمان اتحرروا وأصبحوا برلمان عادي زي ما البرلمانات العادية في العالم. ثالثا الرئيس الوزراء عين مرأة لكي تكون مسؤولة لمنظمة الانتخاب، لأنه في الماضي منظمة الانتخابات هذه كانت جزء لا يتجزأ بتاع النظام الماضي الذي كان يستعمل فيها ويعمل انفتاح بتاعته ولا انتخابات بتاعته بدون الديمقراطية. هذا كمان سكر عليهم. وفي الآخر الأمن غير، الجيش كمان جزء اتغير، لأنه الجيش الوطني لابد يشبه الوطن بأكمله، ولابد يكونوا بنات ورجال من كل المنطقة، من كل القوميات الإثيوبية في الجيش هذا. في الماضي كان جيش أبارتايد، 20% الذي ماسكين الجيش هذا الضباط الكبار وكيف وكيف كانوا من منطقة معينة من تيغراي. فهو بدأ يعمل إصلاحات في الجيش هذا، فهذا هو نتيجة بدأ يغير أسس النظام القديم. طيب وفي الآخر طبعا النظام القديم نهب فلوس كثير من البلد وهربوا، وبدأوا سياسة تسمى سياسة التخريب والتهديد من المنطقة بتاعهم. هم يسموه لونج مارش، معناه حنمشي للمنطقة بتاعنا هناك وحنأسس وحنتعب النظام في أديس أبابا ونحاول نعمل انقلاب في أديس أبابا. وحاولوا حتى لقتل عدة مرات رئيس الوزراء الجديد. والآخر رئيس الوزراء لعب الكرة أحسن منهم وغير عدة الأسس التي كانوا يتحكموا فيها. وفي الآخر استعمل سياسة مونيتري سيستم وغير البلد، لأنه البنك السنترالي يعرف كم عملة طبع وغير، وعملوا حدود لكل تغيير العملات، وهذا زعلهم
وبنوا جيش، الجيش الذي كان موجود 21 سنة في المنطقة بتاعهم ويحميهم في الحدود، قتلوا الجيش وحاولوا ياخذوا السلاح من الجيش الإثيوبي، وأسباب الأسباب الحرب جاء من منطلق هذا. فالجماعة لما في الآخر شافوا نفسهم إنه خاسرين 100%، لجأوا إلى العنف ولجأوا إلى الحرب. فالحرب هذا هي مش حرب عرقي ولا حرب أهلية، هذا حرب ضد نقابة حكمت البلد ل 27 سنة. وطبعا الصحفيين الفاشلين والمنظمات الخيرية الفاشلة التي تتكلم تقول إنه في حرب أهلية في البلد، هذول ولا مش مستوعبين تاريخ البلد، وثانيا كانوا شغالين مع جماعة بتاعهم العملاء القديمين واليوم الذي موجودين في آخر الساعة والدقائق بتاعهم. فلهذا أولا ما فيش حرب أهلية في إثيوبيا ولا حصل حرب أهلية، هذه نعم حرب القانون ضد العصابة التي حكمت وسرقت وقتلت وبهدلت الشعوب الإثيوبية بأكملها، وقبل كل شيء كمان بهدلت وخلت الشعب والتجراي يكره من قبل الشعوب الإثيوبية. فهذا أنا أقول هذا مش حرب، هذا حرب ضد أقلية ما يساوي 40 و50 أشخاص الذي تحكموا في البلد ونهبوا البلد. فلهذا أقول سواء الإعلام العربي الذي ما كان عنده قراءة مثيرة عن تاريخ إثيوبيا العصري هذا، في 27 سنة ما فيش جريدة عربية إذاعة عربية عمل تحليل كيف إثيوبيا حكمت ومن هذون الذي يحكموا وكم في المئة هم في البلد وكيف حكموا البلد هذا. هذا النظام كان يعيش على خلق بلورة وفي نفس الوقت لمحاولة الخلق بلورة، لأنه هي أقلية وما عندها أرضية قوية في البلد، فلكل الأقليات لابد يخلقوا مشاكل لكي يعيشوا. مثلا لو في سلام كامل تام في إثيوبيا هذا يجيب لهم مشاكل، فلابد يخلقوا مشاكل. فهذون أقلية وعاشوا بخلق مشاكل وحل المشاكل لمدة ممكن توضح لنا يا دكتور كيف لو عفوا كيف لو مثلا عم السلام في أنحاء إثيوبيا هم يشعروا يعني بنوع من عدم الأمان؟ أريدك أن توضح لي هذه النقطة. يبقى هذا الأمر في نطاقه يا دكتور محمد، طبعا هذا شأن داخلي مهما يكن. أنا سألتك هنا عن ردود الأفعال الدولية، لكن أنت أعطيتنا امتداد وجذور معينة استندت إليها. إذا عم السلام في أرجاء إثيوبيا، ما المشكلة في ذلك؟ أليس يعني الكل يطمح إلى السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء إثيوبيا؟ سواء كانوا أقلية أم غيرها؟ جميل جدا. نحن لابد نوضح كلمة السلام هذه نعم ونفسرها، السلام لمين، بمين، إلى مين. كل شيء نحن الشعوب الإثيوبية وشعوب القرن الأفريقي نحن عايزين سلام وبناية جديدة. حوالي 60 سنة تعبنا من الحروب الداخلية، والأنظمة التي كانت في إثيوبيا كلها كانت أنظمة أقلية وتخلق مشاكل وتعيش في المشاكل. نتمنى القرن الإفريقي يكون بسلام، شعوب القرن الإفريقي والحكومات شكر القرن الإفريقي تشتغل مع بعض ونبني مجتمع واقتصاد جديد على أسس جديد. هذا هو أفكارنا ونضالنا وتمنياتنا، لكن في يد خارجي ما عايز السلام في المنطقة سواء من القريب ولا من البعيد، لأنه القرن الإفريقي والشعوب الإفريقية مهما كانت هي وهم فقراء لكن منطقة غنية وشعوب فقراء. نغير حالة الشعوب، لابد يكون لنا سلام ولابد نحن نكون أكتاف بأكتاف ونشتغل مع بعض نبني اقتصاد جديد ونستعمل خيراتنا. إلى دلوقتي نحن ما استعملنا خيراتنا وكملنا
حوالي أكثر من نصف قرن وأكثر في الحروب، وفي قوات تحصد ما عايز السلام في المنطقة بتاعنا، سواء بعيدة جدا مننا وسواء قريبة لأفكارها الاستراتيجية الوهمية ولهيمنة المنطقة، ويخلوا المنطقة تكون فقير ولاجئين وناس تتناحر وتحارب ومش عارف. ما مصلحة هذه الأطراف التي تحاول أن ترسم استراتيجية معينة داخل إثيوبيا أو إفريقيا، تقسيم المنطقة، إبقاء المواطنين الأفارقة تحت خط الفقر من خلال المجاعة، من خلال هذه الكوارث التي تحدث؟ أنت تذكر بأن هناك أطراف يعني لا تريد الخير والاستقرار لإثيوبيا ولإفريقيا، ما مصلحتها في ذلك؟ مصلحتها ان اولا نحن لابد نعرف افريقيا هي القاره الوحيده التي عندها ثروات العالم 60%، وفي ناس تعيش على خيرات وظهر الشعب الافريقي، فعايزين افريقيا تذل مذبذبه وتكون في حروب الى الابد، وهم يحاولوا ينهبوا الثروات، ثروات البشرية، ثروات الخيرية، ثروات البحرية، ثروات النهرية، وعايزين يعيشوا كباراسايت على حسابنا. فطبعا نحن لابد نرجع لحسابنا. في عملاء يشتروا عملاء من عندنا، أولادنا بناتنا، يتعاملوا معهم ويخلقوا المشاكل في القارة والمنطقة القرن الأفريقي. لكن نحن حسب بدأنا شارع جديد وفكرة جديدة في المنطقة. أولاً السلمي بين إريتريا وإثيوبيا، رئيس الوزراء الإثيوبي الذي بدأ فيها، هذه في ناس كثيرة ومصالح كثيرة رافضة عليها، هم ما عايزين السلام، هذه تجار الحروب ويعيشوا في الحروب. فقبل كل شيء نحن الأفارقة، وخاصة نحن الشعوب القرن الإفريقي، وخاصة كمان نحن الشعوب الإثيوبيين، لابد نستوعب ونصحى لماذا الحروب التي حصلت بيننا ومن فين جت وأساسها إيه، لابد نعرف. وثانيا هم يستعملوا أقليات، أقليات طبقية، أقليات عرقية، أقليات واضح. عقائدية طيب نعم، إذا سمحت لي دكتور، هل تتوقع أن تستغل هذه الأطراف ما يحدث في أثيوبيا بشكل سلبي؟ وما مدى تأثير ما يستخدمونه من أساليب لتأجيج الوضع في الداخل الإثيوبي؟ طبعا هم حيستمروا لاستعمال نقطة الضعف الذي موجود عندنا. قبل كل شيء نحن مسؤولين لمشاكلنا. ما هي نقطة الضعف برأيك؟ الجماهير الإثيوبية والقوات السياسية لابد تستوعب، ولابد يكون أفكارها طويلة جدا، ولابد تتوحد على الأقل ببناية قرن أفريقي جديد وبناية إثيوبيا جديد. لابد نحن أفكارنا تكون طويل، فلهذا نحن لابد نميز التناقض الداخلي الذي موجود في العائلة، هذا تناقض ديمقراطي ونقدر نحله بالديمقراطية والنقاش وكيف وكيف. نعم هم عايزين يخلقوا بين الطويل والقصير، بين الأسمر والأبيض، بين الأسود والأبيض، يدخلوا بكل جهة، بين الرجل والمرأة، بين الأطفال والعائلات، حيستعملوا كل الوسائل لخلق فتنة. لكن قبل كل شيء نحن لابد نكون واعيين، نحن أصحاب القضية قبل كل شيء، ونحن شعوب إخوة وعشنا آلاف السنوات مع بعض، فلهذا الوعي بتاعنا لابد يكون طويل ونفس طويل. ومن هنا نحن عايزين كوادر تفكر بدرجة واعية، مش بدرجة ضعيفة وأقلية وعرقية. ولابد نحن نشوف مستقبلنا ومنطقتنا كمنطقة أمن والسلام والتقدم، والعلاقة بين الشعوب والعلاقة بين الدول في المنطقة. أولا نوعي شعوبنا، ولابد نحن نشرح لشعوبنا التناقضات التي موجودة بيننا هي تناقض أخوية مش تناقض عدوانية، فلابد نحن نبدأ الحوار مع بعضنا، وفي نفس الوقت كمان نمركز بأمننا، ولابد نحن نطلع الفكرة بتاعنا سواء
الجماهير يكون أفكاره بعيدة جدا، ونوعي الشعوب والأحزاب لابد تكون أحزاب وطنية قبل كل شيء، مش أصحاب الأحزاب التي تفكر في بطونها ومتخلفة. فلهذا نحن لابد نعرف العدو الكبير بعيد جدا، هو يقدر يدخل لما في بلورة في بيوتنا، لما في انشقاقات بيننا، لما نحن أفكاريا ضعفاء، لكن لما نبني أفكار جديد على أسس جديد ونعلم الجماهير ونكون قبل كل شيء في الطابور الأول ونبني مجتمع جديد، أظن العدو البعيد والقريب يتغير، هيجبر يتعامل معنا على الترابيزة ويناقش معنا على الترابيزة بمصالحه ومصالحنا. جميل، أنت تحدثت عن مسألة الوحدة، عفوا على المقاطعة، تحدثت عن مسألة الوحدة لعلاج هذه الأزمات الداخلية لكي لا تستغلها تلك الأطراف من الخارج. إذا لماذا نلاحظ، هنا سؤال مهم باعتقادي، لماذا نلاحظ في بعض وسائل الإعلام فرحا واستبشارا بما يحدث في أثيوبيا وتزايدا ملحوظا للشائعات حول حقيقة ما يحدث في الداخل الأثيوبي؟ الذي ما يحب نحن نعيش بالسلام هيستعمل وسائل كثيرة جدا، هيستعمل أولا الإعلام، هيستعمل الدين لو عايز يستعمل الدين، هيستعمل أفكار عرقية لو يستعمل أفكار عقلية، هيستعمل حتى السحر، لأنه السحر اتغير على الساحة، فهيستعمل كل الوسيلة لأنه مصلحتهم مربوطة بنهب أموالنا، ونحن صاحب القضية قبل كل شيء، لابد نكون في طابور الأول وندافع مصلحتنا. لما نحن ندافع مصلحتنا عايزين نحن ندافع ولا نخش في مصالحهم الخاصة ولا نحن نحاول نضغط عليهم، لا، نحن عايزين نعيش في السلام في بيوتنا، وعايزين نتعامل مع كل القوى التي موجودة في العالم على أساس مساواة وعلى أساس السلام والتقدم والديمقراطية. نحن ما عدو لأي شعوب في المنطقة، نحن بالعكس بالعكس أخوان ونتكامل مع الشعوب في المنطقة. فالعدو عنده تكتيكات واستراتيجيات طويلة جدا، ونحن كمان لابد يكون لنا تكتيك واستراتيجي طويل، ولابد نفسنا يكون طويل، لكن قبل كل شيء نرتب بيوتنا من الداخل، البيوت المفككة، البيوت التي ما عندها قادة وفكرة ما حتنجح، وهذا تاريخنا بتاع 60 سنة يبرهن. هذا نحن لابد نقوي الجماهير ونعمل توعية الجماهير الشعب الإثيوبي، وبعدها حتى أنا وإنت باللغة العربية نتحدث ونتحاور لكي نجيب الفكرة التي موجودة في إثيوبيا والقرن الإفريقي بوحدة الشعوب القرن الإفريقي. ألا ترى أنه يجب أن تكون هناك مبادرة أو مبادرات وطنية على الصعيد الشعبي، وهذا ما سألتك عنه بداية، النخب التي تقارب بين القلوب الإثيوبية لتقول لهم أو لتبعث لهم رسالة مفادها أننا في وطن واحد، وإن كان هناك خلاف فلنتحاور، فنحن قادرون على التغلب على مشاكلنا الداخلية، حتى لا تستغل تلك الأطراف من الخارج هذه التوترات التي ربما تحصل وتحصل بلبلة من نوعها في المجتمع الدولي. ألا تجد بأهمية وضرورة وجود مثل هذه المبادرات الشعبية؟ طبعا طبعا، اولا ان نحن لابد نفصلها هذه لكي نوصل الى درجه الذي نحن عايزين. اولا الاحزاب الاثيوبيه التي موجوده في اثيوبيا لابد لابد، والحاجات المقدسه لابد لا تنكسر. الاحزاب الاثيوبيه التي تسمي نفسها احزاب لو عايزة تكون حزب وطني وجماهيري، قبل كل شيء هي لابد تنشر وتعمل الحديث على وحدة الشعوب الإثيوبية على أسس جدد. هذا الأحزاب لابد يبرهنوا هذا لو هم أحزاب حقيقية. الجماهير الإثيوبية والقوى الجماهيرية، وسواء كمان الحكومة
ومؤسسات الدولة لابد يبنوا منهج جديد لبناية شعب ومجتمع جديد على أسس جديد، وكما أنا وأنت إثيوبيين، ولابد نحن كالإذاعة والتلفزيون والحوار الذي يحصل لابد يكون حوارنا على أسس هذا المقدس. أولا نحن مش عدو لأي واحد، ثانيا نحن عايزين نعيش مع بعض، ثالثا نحن عايزين نستعمل خيراتنا، رابعا نحن عايزين استقرار وما عايزين العنف والكر والفر. نحن تعبنا ل60 سنة في المنطقة، هذا لابد يكون مناهجنا، مناهجنا التربوي، مناهجنا الجماهيري. نفس الوقت لزملائنا في الخارج حنقول لهم نحن عايزين نعيش بسلام، نحن ما عايزين نغز أي واحد ولا نجي على حقوق الثانيين، تعبنا ل60. طيب بروفيسور محمد إذا سمحت لي، الآن هناك يعني أو ما ردك على من يراهن على ما يحدث في أثيوبيا اليوم حول ملف سد النهضة؟ نحن نعلم أن هناك خلافا معقدا وتتصاعد وتيرته في الفترة الحالية وتهدأ قليلا ثم تتصاعد مجددا، ألا تجد أن هناك من يراهن على ما يحدث في أثيوبيا لتحقيق بعض المكاسب في موقفه تجاه سد النهضة؟ وإلى أي مدى تؤثر هذه المحاولات؟ أنت قصدك ماذا يحدث في مصر؟ قصدي يا دكتور أن أسأل عن الأمر فقط، بكرة بيتهمونا يقولوا أنتم أعداء مصر. أنا قراءتي زي التالي. نعم. أولا نحن لابد نعبر ونقرأ قراءة متينة جدا للإعلام المصري، في إعلام يطبل طبل الحروب، هذا إعلام عايز يبيع الجرائد والأخبار بتاعته للجماهير المصرية بخلق عدو وهمي، وهذول صحفيين فاشلين وما عندهم فكرة طويلة وما يفكروا حتى في مصلحة الشعب المصري. ثانيا نحن كإثيوبيين نحن مش عدو للشعب المصري، بالعكس الشعب المصري هو أخونا، الشعب المصري هو أخونا وبلد استراتيجي معانا، وما عندنا نحن أي خلفية لخلق زعزعة، لخلق مشاكل، لضرب مصالح المصريين. وفي نفس الوقت الشعوب المصرية كمان لابد تشوف ويكون نظريتها عن الشعوب السوداني والشعب الإثيوبي إنه مش عدو، العدو بعيد جدا أكثر من هذا. مشاكل هذا الصد النهضة هذا نقدر نحله بحوار بين الدول وبحوار بين الشعوب الأخوية. نحن شعوب أهل النيل وعندنا الحكمة ونقدر نحل مشاكلنا، لكن لابد نبتعد من عبس وتولى، لابد نبتعد بالأكفار الضعيفة هذه، الكر والفر. مصالح إثيوبيا هي مربوطة مع مصالح مصر، كمان مصالح مصر مربوطة مع مصالح إثيوبيا. فلهذا أنا أقول كمثقف إثيوبي تقدمي وأحب الشعب المصري الحياة والرخاء، لابد يكون حوار بيننا حوار تقدمي. نحن لما نشوف، أنا لما أقرأ قراءة عن الجماهير المصرية، الجماهير المصرية اليوم عندها نفس المشاكل وأسوأ. أنت تتصور لما تقرأ شيكاغو تريبون 2008، هذه مجلة أمريكية من شيكاغو، تقول في مصر في نفس السنة في 2008 حوالي 10,600 وكثور مصريين ومصريات الذين تخرجوا من الجامعة ما لهوا عمل وانتحروا، حوالي 6 مليون مصريين شباب
من بعد تغيير وانفتاح في مصر الذي حصل في وقت سادات ومبارك، تغيير السياسة الزراعية في مصر، حوالي 6 مليون شاب وشابة مصريين مدمنين بالحشيش والمخدرات، حوالي 50% من الميزانية المصرية تطلع للقاهرة بس. مصر مبارك لوحده سنويا كان ينهب من الشعب المصري 2 مليار دولار، هذا مش كلامي، هذا من الأمن الأمريكي CIA الذي طلعه لما حصل الانتفاضة المصرية. عندها مشاكل كثير وعندها ثروة شعبية وعندها كمان ثروة في أراضيها. فلهذا نحن نقدر نتكلم الشعوب المصرية، الجماهير المصري التقدمي صالحتهم. في الحقيقة هذه إحصائيات مثيرة يا دكتور، لكن اليوم يعني نلاحظ حتى قبل ذلك أن كل ما يحدث في أثيوبيا من أحداث، سواء كانت أحداث إنسانية، سواء كانت أحداث يعني طبيعية، أيا كانت، نجد أن هناك استغلال بشكل مكثف ومنظم وممنهج أيضا لهذه الأزمات من الخارج. كيف هو ردك على ما يراهنون عليه اليوم من هذه الأحداث التي تحدث في أثيوبيا؟ هل ذلك سيحقق مكاسبهم ومطالبهم؟ أم أن ذلك سيزيد من قوة الشعب الإثيوبي وتوحده وتسامحه مع بعضه البعض؟ طبعا هذا نضال بين القوة الرجعية الذي ما عايز السلام في القرن الأفريقي وعايز تهيمن في القرن الأفريقي. الحرية ما يعطى، الحرية مش هدايا، الحرية هي لما نحن نقوي نفسنا في بيوتنا. أولا لما نكون تواصل بيننا، لما نكون قراءتنا قراءة ديمقراطية بيننا، لما نفسر تاريخنا تفسير تقدمي بالحقوق ونترجمها بالحقوق الشعوب الإثيوبية لكي تعيش مع بعض، ونبني كمان سياسة تقدمية مش سياسة الذي يخلق خلافات وفتنة بين الشعوب، ولابد نوعي شعوبنا. هذا العمل بتاعنا نحن، ما فيش واحد من الخارج حيجي ويعمل لنا في هذا. أنا أقول للمثقفين الإثيوبيين، للأحزاب الإثيوبيين، للحكومة الإثيوبية، لابد إرادتنا ترتبط مع مصالح الشعب الإثيوبي أولا، بعدها مع مصالح الشعب القرن الإفريقي، زي ما عمل رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء دكتور أبي. أول خطوة الذي عملها حل المشكلة بين إثيوبيا وإريتريا، الحرب الوهمي الذي خلقها النظام السابق وهيمن فيها إثيوبيا بأكملها، وسرق كل الأموال بتاع إثيوبيا وتحالف مع قوات خارجية لكي يضعفنا، يقتلنا، يهجرنا من بيوتنا. لابد نحن نقرأ من تاريخنا قراءة حقيقية مش قراءة وهمية. فلهذا خطواتنا لابد تكون خطوان متميزة وخطوة علمية ومش مبنية على الكراهية. نحن ما نكره أي واحد، نحن نحب البشر بأكمله، لكن على حق وعلى تقرير المسير الشعوب القرن الأفريقي. طيب دكتور، فلهذا أنت سألتني سؤال، هذا السؤال يجي لنا. العدو خلي يفكر زي ما عايز، لكن نحن بصفوفنا من وحدتنا لابد نحن نوحد صفوفنا ونكون كتف لكتف ونشتغل مع بعض. الشباب بين الشباب، الشابات بين الشابات، المتعلمين، المثقفين، الشيوخ، سواء الشيوخ المسيحية والشيوخ المسلمين، الفلاحين. لابد نحن نبني الذي يسموه بالإنجليزي confidence building بين شعوبنا. هذا أولاً، وهذا واجبنا لكي نوقف ونضعف العدو الخائن الذي ما يحب وحيلبس
عيونه حمراء، لأنه نحن نتوحد ونغني مع بعض ونشتغل مع بعض وأولادنا يغنوا ويدرسوا مع بعض كتف لكتف. هم عايزيننا نكون شحاتين، هم عايزيننا نكون مذبذبين، هم عايزين ينهبوا خيراتنا. فلهذا لابد نحن نوعي شعوبنا. قبل كل شيء نحن مسؤولين عن نفسنا، بعدها نقدر نميز زملائنا القريب والبعيد. فلهذا العمل يكون جوه، وانتو جماعة الإعلام لابد انتو تلعبوا دور، مش بس تجيبوا حوار، تلعبوا دور للفكرة التقدمية في المنطقة، ويحصل تقارب بين الشعوب المنطقة. هذا هو أنا أقول الدور الأساسي للإعلام في بلدنا. الإعلام الذي يطبل التفرق، الإعلام الذي يطبل مشاكل الداخلي ويعملها عملاق، هذا لابد نبتعد منه. لابد نحن نكون استراتيجيين، ولابد الاستراتيجية بتاعنا تكون بدأ بعيد، ونحن عايزين أولادنا وبناتنا وأولاد أولادنا يعيشوا في منطقة سلام ويعملوا مع بعض. نحن عندنا الحق لكي نعيش، هذا الذي نحن لابد نجيبه لشعوبنا. طيب بروفيسور، إذا سمحت لي أريد أن أسألك عن نقطة هامة، لأن الوقت كاد أن يدركنا الآن. بما يتعلق، هناك تقارير دولية تتحدث عن الحالات النزوح الجماعية، الحالات الإنسانية التي نسمع عنها في شمال إثيوبيا في إلى السودان. تتحدث هذه التقارير عن تفاصيل يعني ربما قد تكون نوعا ما مؤثرة إلى حد ما. نجد أن هناك حالات إنسانية. أولا، فند لنا تداول الإعلام لهذه الحالات الإنسانية، وفي حال ما كانت هذه التقارير فيها نوع من الصحة أو هي صحيحة بالكامل، ما هي ردود الفعل الإثيوبية وكيف تتعامل إثيوبيا معها شعبا وحكومة؟ أولا طبعا الإعلام الغربي لما نتكلم عن مشاكل الإنسانية هذون كذابين. حوالي 16,000 لاجئ موجود في مخيمات اليونان وما يتكلموا فيها، وأنا ساكن في بلجيكا في وسط أوروبا. طبعا اسمح لي بروفيسور أتحفظ على ما ذكرته، يعني من وصفهم إعلاميا أتحفظ على. نعم كصحفي اشتغلت هنا في أوروبا. نعم هذون يميزوا يعملوا مشاكل والحروب والمجاعة، وهذا لمصالحهم مش من أسس إنسانية. هم يستعملوا هذا للتدخل، هم يستعملوا هذا باسم المشاكل الإنسانية، عايزين يتدخلوا يبلوروا المشاكل ويعقدوا المشاكل. إمتى هم أصبحوا إنسانيين لمساعدة؟ مش هم الذي دمروا ليبيا؟ أنا كنت في ليبيا. مش هم الذي دمروا ليبيا الذي كان بلد في أمانة وناس تشتغل وعادي، واليوم دمروها وخلقوا فيها حرب أهلية؟ نحن كإثيوبيين لابد نقرأ قراءة حقيقية ماذا يجري في العالم. مش هم الذي دمروا سوريا؟ هذون عايزين يعطونا الدرس عن حقوق الإنسان وكيف وكيف؟ لا، نحن عايزين حل المشاكل بتاعنا بطريقتنا نحن. الحرب الذي يحصل في الشمال في تيغراي هذا حرب جبر علينا. هذا المنظم الذي حكم 27 سنة في البلد، قتل الجماهير، نهب الجماهير مجرمين وراحوا وهربوا واختفوا في جوة شعب تيغراي. فطبعا نحن ما حنا شعب تيغراي أخواننا وأخواتنا، عايزين كمان وحيعيشوا معانا إلى الأبد. لكن العدو الفيروس الجديد هذا الذي موجود، الذي دمر البلد ونهب البلد، هذا لابد يمسك ويجيبه إلى المحكمة. لكن نحن كإثيوبيين لابد نعمل تضامن،
تضامن بطريقة مع الحكومة والتضامن مع اللاجئين الإثيوبيين الذين هربوا من المنطقة لأنه في حرب. وطبعا لابد نميز الجماعة الذي جابوا الحرب والذي خلقوا مشاكل للشعب التجراي الذي يسموا نفسهم حزب الشعب التجراي، هذون ولا يمثلوا شعب التجراي وما وقفوا مع شعب التجراي، هذون عصابة نادي القتلة الذي حاولوا وحكموا البلد هذا وحكموا وسرقوا وحطوا أموالهم في بنوك الغربية وبنوك الشرق اسطنبول وماليزيا وكيف وكيف. ولهذا نحن الإعلام بتاعنا لابد يكون إعلام واقعي، نحن ما نرد لهم، لماذا نحن نكون مشغولين عنهم؟ نحن لابد نكون مشغولين عن نفسنا. أولاً إثيوبيا 110 مليون، بلد كبير جداً، ما فيش بلد في أوروبا إلا روسيا الذي عنده عدد البشر زينا، بلدان صغير زي بلجيكا زي هولندا زي لوكسمبورغ الذي ما تسوي ولا تودي ولا تجيب، عايزين يعطونا دروس؟ نحن أقدم شعوب منهم وعندنا حضارتنا وتاريخنا، نحن ما عايزين نهيمن على أي واحد، لكن حندافع حقوقنا وعايزين نعيش كبشر. أولادنا لما كانوا يهاجروا ويموتوا في البحر والصحراء وكيف وكيف، هل تكلموا؟ اليوم موجود مليون شباب وشابات من جنوب إثيوبيا الذي رحلوهم وأخذوا فلوس منهم وجزء منهم ماتوا ودخلوا جنوب إفريقيا، في واحد يتكلم عن هيومن ترافيكينج؟ الآن حتى عندما تنظر دكتور تجد أن بعض وسائل الإعلام العربية نفسها تتحدث عن القضايا الإنسانية ثم تقحم قضية سد النهضة، ثم تتحدث عن الأقاليم، يعني تقول أن تصور أنها تقف مع أهلنا في تيغراي، يقولون أنهم مظلومون، وفي نفس الوقت يشتمون أهل تيغراي ويقولون أنهم كانوا يعني هم السبب في دمارنا بإنشاء سد النهضة. تناقضات إعلامية رهيبة، مع ذلك نجد أن هناك يعني من يأتي إلى الساحة الإعلامية ليصور للعالم بأن المسألة كلها، يعني هذه التغطية التي تحصل وهذا التضخيم لبعض المواقف، إنما كانت لأجل سد النهضة. بل أن هناك من الإعلاميين من قال أن هناك يدا خارجية تحاول أن تعبث بالاستقرار لأجل أن تحقق هذه الفوائد في سد النهضة. هل نحن قادرون كإثيوبيين على أن نتغلب على هذه التحديات من خلال ما نجسده على أرض الواقع؟ نحن بشر زي ما هم، في دول من القريب يحاولوا يلعبوا لعابة أكثر من حجمهم، هذول ما يسووا حتى أكثر من ماركاتو ويحاولوا يلعبوا أكثر من حجمهم، لأنه في يوم من الأيام طلع لهم خيرات في أراضيهم وسكروا فيها وعايزين يهنوا المنطقة، لكن ولا يودوا ولا يجيبوا. نحن لابد نعرف تاريخهم، زي ما أنت الذي تتكلم عربي وتعرف التاريخ العربي والدول العربية، لابد أنت تكون في الصف الأولى لتعليم الشعب الإثيوبي والحكومة والمسؤولين الإثيوبيين لكي يعرفوا من هم عدوهم ومن صاحبهم. أولا نحن الإعلام العربي، نخلي الإعلام العربي الجماهير العربية بالنسبة لنا أخواننا وأخواتنا ومظلومين، لكن الإعلام الفاشل الذي يطبل طبل الحرب هذا لابد نحن نجاوبه بعقلانية لكي نخلق بين الإعلام هذا والجماهير العربي لكي يستوعب هم عايزين يحطوا بسباس بعيون الجماهير العربية وعايزين يخلقوا إن نحن عدو لدولة عربية أما للدول العربية. تقصد أنهم يهدفون إلى تضليل المجتمع أو المشاهد العربي؟ طبعا، فلهذا نحن لابد نعمل بالعكس، ولابد نحن نحاور مع الشعب العربي والجماهير العربي، لماذا نخلي لهم هم يدللوا ويعطوهم معلومات خاطئة؟ لابد شاب تتكلم عربي صحفي وكيف وكيف، ونحاول نجيب شاباتنا وكذا الذي يعرفوا ويتقنوا اللغة العربية.
ونحاول مع الجماهير العربي ونوصل الرسالة بتاعنا لهم. يفتكروا أن نحن ما عندنا وسيلة وما عندنا ثروة اللغة العربية لكي نحاور الشعب العربي. نقدر نحاور الشعب العربي سواء تاريخيا، اقتصاديا، استراتيجيا، عقلانيا، سيكولوجيا، انثروبولوجيا. نقدر، نحن جزء منهم وهم جزء مننا. الحوار مثل ما ذكرت. لا نبني وراء التضليل. لابد نحن نبني استراتيجية إعلامية مش محاربة الثانيين، لكن لكي نجيب الوعي العربي على درجة مصلحتنا. هذا أنا أقول، وأنت واحد منهم وفي كمان شابات وثانيين، جيبوا مع بعض، خلينا نتحاور ونجيب استراتيجية لكي نخلق حوار عربي إثيوبي، حوار قرن الإفريقي عربي. هذا نقدر نبني مع بعض. أشكرك بروفيسور، هيجيب حل لمدى البعيد. أشكرك بروفيسور محمد حسن، الخبير والمحلل السياسي الخبير الاستراتيجي في الشأن الأفريقي. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى هذه الإفادات. بالتأكيد نعمل كإعلاميين من منطلق الشرف المهني وكذلك الوطني، بأننا نعمل لما هو في صالح البلاد والعباد. نرجو أن تحقق مبادراتنا ومبادرات الإثيوبيين وتساهم في إعادة إرساء أسس السلام في بلادنا الحبيبة. نرجو أن تكون بلادنا بخير، كما نرجو أن تكون بلدان العالم كلها بخير. مشاهدينا الكرام، أدركنا الوقت بعد حوارنا مع البروفيسور محمد حسن الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الإثيوبي. إلى هنا نختم هذا اللقاء الخاص، على أمل اللقاء به مجددا وفي إطلالة أخرى مع ضيوف أخر. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.